اولا السلام عليكم. انا فرحانه بزاف بجيت هنايا كيفاش ولا وي سيليبريتد كيفاش تقولي عاونيني احتفال المراه المغربيه اللي كتكون اونتربرونور وخديت الجائزه هذه. ربحت وحده من ثلاثه تبارك الله عليهم، حتى هما العيالات اللي تهما ربحوا معايا وانا فرحانه بزاف. انا كنامن شي حاجه سميتها الجمال القلب هو الاول، يعني اعمال وافكار الا كانوا زوينين راه كيبان من برا. صحاباتي وبناتي بجوج بون هما راه عايشين معايا وعارفين يعني كل شيء. المراه راه كتهز كل شيء، حتى حاجه ما امبوسيبل، كل شيء بوسيبل. وكيف ما انا قلت انا في الانترفيو الاول مع فام ايديال بلا الواحد يشجع راسو براسو. ديما طموحات كيكونوا، ملي كتوصل الطموح الاول كصافي كيتخلق ثاني طموح ثاني وهي غاده. وانا كنشجع وانا اكزومبل للمراه مغربيه وعربيه ومسلمه في العالم كامل. بيا الواحد خصو كونتينيو في الحياه وفي كل شيء. بالنسبه لي انا اللي واصله واخا ولو تكون تربت بيت تبارك الله عليها، انا هذا هو اول حاجه اللي خصني نقولها لها، يعني ما شاء الله عليك البخي اللي انا اللي ربحتها اليوم نعطيها هي الاولى بعدا كاين لاقاش تبارك الله هي اللي كتربينا حنايا والوليدات والمستقبل والسوسايتي ان شاء الله. شكرا. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمه.